خلينا بس هنبتدي بالقضايا، بقضايا ترامب. في القضية اللي هي كانت في نيويورك بتاعت ستورمي دانيالز، مع الأسف ترامب خسر استئناف في نيويورك في القضية دي اللي تتعلق بأموال دفعت ليها لشراء سكوتها. رفضت المحكمة طعن ترامب في أمر، هو رفضت الطعن، هي مش خسارة، هي خسارة استئناف. رفضت المحكمة طعن ترامب في أمر حظر النشر، ويعني القرار أن ترامب لا يمكنه التعليق علنا على المدعين العامين وآخرين على صلة بالقضية حتى يصدر القاضي خوان ميرشان حكمه في 18 سبتمبر. احنا لسه مستنيين الحكم في القضية دي، هو بس الاستئناف اترفض انه لحظر النشر. محامية ترامب قالوا ان امر حظر النشر ينتهك حق ترامب في حرية التعبير وفقا للتعديل الاول من دستور امريكا.